كالعادة نساء اليمن وأطفالها ترتبط همومهم بهموم الوطن في كل المحن التي تتعرض لها بلادنا، وأصواتهم دائما في المقدمة للدفاع عن تراب الوطن ورفضا للمؤامرات التي تحاك ضده. حين تألبت على الوطن المؤامرات وزادت ضراوتها في السنوات الأخيرة، تمنى المواطنون البسطاء أن يعي ذلك الخطر رجال الحل والعقد كبار السياسة وقيادتها، وابتهلوا إلى الله أن يوحد صفوفهم ويجمعهم على طاولة واحدة. وحين تم ذلك ظهرت هناك مواقف متعددة، الكثير منها كانت نابعة من حب الوطن، وفي الجانب الآخر تكشفت حقيقة قلة كانت مواقفها في غير ذلك الإجماع، وسقطت أقنعة من كان يتبناها وأسبابها وغايتها، وهو ما بدا واضحا في العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، فكان ما وصلت إليه البلاد اليوم. والأمر لم يقف عند ذلك، بل زادت المخاوف مما يمكن أن يصبح عليه مستقبل اليمن وقادم الأيام فيها. ولأن شبابنا هم المعنيون أكثر بالمستقبل، فقد خرج أطفال اليمن في مسيرات لإيصال صوتهم، وشاركهم في ذلك أمهاتهم، لأن الهدف جامع لهم. اليمن شامخة بأطفالها قبل نسائها ونسائها قبل رجالها، هذه صورة بسيطة من نسائها، فلم نعطيهم الصورة الكاملة، فما بالك لو نعطيهم صورة رجالها. فلذلك هذه الوقفة وقفة إصرار، تحدي، عزيمة، قوة من نساء اليمن لتثبت للعالم كله أن نساء وأطفال اليمن ضد العدوان البربري على بلادنا الغالي اليمن. الشعب اليمني يقتل ويذبح، مدارسه تهدم، بيوته تهدم على رؤوس ساكنين. يعني نحن نعلم ان العرب قد تخاذل وتخاذلا كبيرا. يشتوا ارضنا ما يشتوا ناس احنا، افهموا يا رجال، افهمن يا نسوان، افهموا يا اطفال. صامتين على ارضنا، انت حاكم الوصايا، انت حاكم السفاره، الان نعيش احرار او نموت. إذن هذه هي الرسالة الموجهة، وهذه هي المرأة اليمنية التي أنجبت اليمنيين وأنجبنا هؤلاء الأطفال. صحيح أن أعمارهم صغيرة، لكنهم بوعيهم وخوفهم على مستقبلهم ووطنهم هم دوما كبار. لم يخيفنا الطيران السعودي الأمريكي، وإحنا صامتون صمت الجبال، ولن نذل حتى إذا متنا، حتى إذا تهدمت بيوتنا، نحن صامتون صامتون حتى إذا منعونا من الدراسة، نحن نتعلم لأجل الوطن لا لأجلهم. نحن وقفنا هذه الوقفة اليوم من أجل أن نوقف العدوان ونوقف الفتن الداخلية والخارجية وغير ذلك. قتلوا أطفال، قتلوا النساء، ويقولوا على شان اليمن كمان. أصلاً الإعلام ما بيوصلهم مش الذي إحنا صدق بنعيشه. حرام عليكم، إحنا ما عد تميناش، إحنا نشتي ندرس ونتخرج ونبني وطننا. إحنا عدنا ندرس وعدنا نتعلم وعدنا نسوي كل حاجة رغم القصف. إحنا نكمل صامتون أطفال اليمن، وحتى إن قتلوا شبابنا فنحن النساء أخوات الرجال سنوقفها في الميدان. إن شاء الله سوف نبني وطننا. وأمام هذا الوعي لدى الصغار قبل الكبار، لدى كل اليمنيين، فإن النتيجة بلا شك هي الانتصار والعزة لليمن أرضا وإنسانا. فليخسفوا لست مخسف، فليعنفوا أنت أعنف، وليحشدوا أنت تدري أن المخيفين أخوف. يا مصطفى، يا كتابا من كل قلب تألف، ويا زمانا سيأتي زمانا ويمحو الزمان المزيف.